السيدات والسادة أعضاء المجلس الإقليمي، المحترمات والمحترمين، مرحبا بكم جميعا. سعيد جدا بالتواجد معكم اليوم لتقاسم مستجدات الدخول المدرسي 2023-2024، والتي يهدف إلى تحقيق الجودة للجميع. هو دخول مدرسي يندرج في سياق تنزيل القانون الإطار أو الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026 بهدف تحقيق الأثر الإيجابي على المؤسسات التعليمية وداخل الفصول الدراسية، بما ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ. من خلال هذا العرض سنتطرق إلى المرجعيات المؤثرة لعمل قطاع التربية الوطنية، نتقاسم معكم مستجدات البنية التربوية المعتمدة للدخول المدرسي بالمؤسسات التعليمية العمومية المدرسي الجاري، ثم الجهود المبذولة في مجال تأهيل المؤسسات التعليمية، وأخيرا نختم بالمستجدات التربوية للموسم الدراسي الجاري. بالنسبة نجد في الدرجة الأولى مقتضيات دستور المملكة، وخاصة المبادئ المرتبطة برهانات وتحديات تطوير المنظومة التربوية متواصلة للقطاع، كذلك أهداف النموذج التنموي الجديد، البرنامج الحكومي الخاص بالقطاع، ثم الرؤية الاستراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية 2015-2030، القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ثم أخيرا تنزيل مضامين خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية 2022-2026. بالنسبة للبنيات التربوية المعتمدة للموسم الدراسي 2023-2024 بالسلك الابتدائي، فقد عرفت جميع المؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية التحاق أكثر من 64,600 تلميذ وتلميذة بفصولهم الدراسية يوم 4 شتنبر. نسبة التطور تم تسجيلها مقارنة بالموسم الدراسي الماضي بلغت زائد 0.28%. العدد الإجمالي من التلميذات والتلاميذ موزعين على 2306 من الأقسام بنسبة فرق مقارنة بالموسم الدراسي الماضي زائد 20 قسم. كما تجدر الإشارة هنا، وبطبيعة الحال كما يعرف الجميع بأن إقليم الناظور 30% منه بالعالم القروي، ويتوفر على تجمعات سكانية متشتتة وعدد قليل من الساكنة، حيث بلغ عدد نسبة الأقسام المشتركة بهذه المناطق 3.5%، أي بعدد 245 قسم مشترك. بالنسبة لمؤشر آخر مهم، هو نسبة الاكتظاظ أو الكثافة بالأقسام بالسلك الابتدائي، حيث بلغت نسبة الأقسام التي تقل عددها على 30 تلميذ بالقسم بداية الموسم الدراسي الجاري 62% من الأقسام، بين 31 و34 22%، بين 35 و36 8%، بين 37 و40 تلميذ بالقسم 8%، وصفر قسم أكثر من 40 تلميذ. بالنسبة للسلك الثانوي الإعدادي، فقد بلغ مجموع التلميذات والتلاميذ المتحقين بالمؤسسات التعليمية 30,894، بنسبة تطور جد كبيرة، بلغت هذا الموسم زائد 11.30%، موزعين على 891 قسم، أي بعدد أقسام يفوق 81 قسم مقارنة بالموسم الدراسي الجاري. وهذه النسبة يعني بجانب ديال التدريب تاعها ترتبط مباشرة بواحد القرار اتخذته المديرية الإقليمية، وهو الاحتفاظ بالتلاميذ المفصولين. الموسم الدراسي ما قبل الأخير عدد المفصولين بلغ 3000 تلميذ، الموسم الدراسي الماضي عدد المفصولين لم يتجاوز 700 تلميذ، وفقط 30 تلميذ أقل من 16 سنة، مقارنة تاع 2000 تلميذ أو أكثر من 2000 تلميذ اللي تم الفصل ديالها في الموسم الدراسي قبل الماضي.
بالنسبة للسلك الثانوي التأهيلي بلغ مجمل التلاميذ الملتحقين بهذا السلك هذا 13733، ونسبة التطور تاع التلاميذ في هذا المستوى هذا كانت سلبية، يعني ناقصا بالعدد المسجل الموسم الدراسي الماضي، وهذا يرتبط بنسب النجاح الكبيرة التي عرفها الإقليم في سنة ثانية البكالوريا نهاية الموسم الدراسي الماضي. هذا العدد تاع التلاميذ تم توزيعه على 466 قسم بنسبة فرق تساوي 3 ديال الأقسام مقارنة بموسم الدراسي. المؤسسات التعليمية الجديدة المعتمدة للدخول المدرسي الحالي عندنا 5 ديال المؤسسات التعليمية: الثانوية الإعدادية مولاي بغداد بجامعة الإنصار، الثانوية الإعدادية منصور الذهبي بجامعة بوعرب، الثانوية الإعدادية أركمان بجامعة أركمان، الثانوية التأهيلية عبد الكريم غلاب بجامعة العروي، وأخيرا نواة للثانوي التأهيلي بجامعة حسي بركان. حيث بلغ مجموع المؤسسات التعليمية بالإقليم بداية الموسم الدراسي الحالي 207 من المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى 137 وحدة مدرسية. بالنسبة للسلك الابتدائي 142 مؤسسة تعليمية هي شبكة المؤسسات التعليمية بالسلك الابتدائي، 38 بالثانوي الإعدادي، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات الثانوية التأهيلية التي تحتضن هذا السلك، يعني مجموع المؤسسات المحتضنة للسلك الإعدادي 47، بالإضافة إلى 27 ثانوية تأهيلية، مؤسسات المحتضنة للسلك الثانوي التأهيلي 28. بالنسبة لتقاسم الجهود التي تم بذلها في مجال تأهيل المؤسسات التعليمية وتوفير ظروف جيدة لاستقبال التلميذات والتلاميذ، هذه تركيبة مالية لميزانية الاستثمار التي تم تخصيصها لقطاع التعليم بإقليم الناظور خلال سنة 2023، حيث بلغت القيمة المالية 90 مليون نتاع درهم. الجانب المتعلق او المقصود لتأهيل المؤسسه التعليميه، هذه القيمه بلغت 38 مليون ريال درهم، تم توزيعها على مجموعه ديال التدخلات، منها تأهيل المؤسسه التعليميه، تجديد الاتات التعليمي، اعانات لجمعيه دعم دراسه النجاح بخصوص الصيانه الوقائيه، بناء مرافق صحيه، سياجات، بالاضافه الى مجموعه من التدخلات الاخرى نراها في التفاصيل التاليه. بالنسبة للصيانة الوقائية، تم تفويض اعتمادات مالية تفوق 3.5 مليون ديال الدرهم على 188 مؤسسة تعليمية نهاية شهر يوليوز. بالنسبة لتأهيل المؤسسات التعليمية سنة 2023، 30 مؤسسة تعليمية مبرمجة للتأهيل، بالإضافة إلى ثانوية قسم داخلي لثانوية تأهيلية بكلفة تفوق 20 مليون درهم. كذلك برنامج بناء السياجات، 16 سياج مبرمج للبناء خلال هذه السنة هذه بغلاف مالي يفوق 2.4 مليون ديال الدرهم. كذلك برنامج بناء المرافق الصحية العادية أو المخصصة لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، مجموع المرافق الصحية 16 بالإضافة إلى 5، بغلاف مالي يفوق 1.9 مليون درهم. كذلك تأهيل فضاءات للتوجيه المدرسي 936 ألف درهم، 7 ديال الفضاءات ديال التوجيه، منها 2 في سلك الثانوي الإعدادي و5 في الثانوي التأهيل. مكون آخر يتعلق بتأهيل قاعات الموارد للتأهيل والدعم لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، تأهيل 2 ديال الفضاءات والتجهيز ديالهم بميزانية ديال 561 ألف درهم. بالنسبة للمستجدات التربوية التي يعرفها الموسم الدراسي الحالي، أبرزها مشروع الرياضة بأربع مؤسسات تعليمية ابتدائية بإقليم الناظور، مجموعة مدارس بوعرك بجامعة بوعرك، مدرسة الأندلس ومدرسة سيدي موسى بجامعة النصر، ومدرسة عبد الملك السعدي بجامعة الناظور، بالإضافة إلى توسيع تدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية، حيث نسبة غادي تنتقل إن شاء الله من 8 حتى 13% من الاستفادة ديال التلام من هذا التدريس تاع اللغة.
كذلك تعميم الأنشطة الاعتيادية بمؤسسات السلك الابتدائي، إن شاء الله بداية من سبتمبر 50% ديال المؤسسات غتستافد من هذه العملية، بداية من يناير التعميم الكلي لجميع المؤسسات التعليمية. كذلك التعميم التدريجي لتدريس اللغة الإنجليزية بجميع مستويات السلك الإعدادي، 50% من تلامذة بداية الموسم الدراسي الجاري غادي يستافدون التدريس نتاع اللغة الإنجليزية. هذه بعض الصور لجهود الدولة في مجال تأهيل مدرسة الأندلس الابتدائية ومجموعة مدارس بوعرك. وإذا سمحتوا واحد الروبورتاج قصير نتاع دقيقة غادي عرفنا بالمشروع ديال المؤسسة الرائدة. المقاربات التدريس وفق المستوى المناسب في الطار سهلت علينا بزاف الامور، خصوصا في هذه البدايه ديال الاسبوع ديال الدخول التشخيصي. الان كنطبقوا هذه المقاربات الجديده بتقنيات حديثه. التلاميذ واطر التعليم يشاركون في هذه التجربه الجديده. المدرسه الرائده هي مبادره تهدف بالاساس الى تطوير وتحسين نوعيه التعليم عبر توفير بيئه تعليميه مبتكره وحديثه تحفز المتعلمين والمتعلمات على تطوير المهارات وحس الابتكار. أزيد من 2000 تلميذ وتلميذة بإقليم الناظور يشاركون في بلورة النموذج الأولي للمدارس الرائدة، علما أن أزيد من 112,000 تلميذ وتلميذة التحقوا الاثنين الماضي بمقاعد الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية على مستوى إقليم الناظور. الكرات الجماعي لكافة المكونات المحلية من السلطات المحلية منتخبين وصل الآباء وجمعيات وأسر التربية والتعليم حول إصلاح المنظومة التربوية. شكرا لكم.